بيكم اصدقائي في قناه العاب سين. النهارده جبت لكم كرتونه كامله من جوائز. بطعم ايه؟ طعم الكاتشب. ماشي، بطعم الطماطم. الكيس الواحد ب2 جنيه. في كام كيس؟ هو مش مكتوب عليه في كام كيس. يلا نفتحه ونشوف في كام كيس. كده طلعنا الاكياس كلها. يلا نفتح اول كيس. انا هفتح اول كيس. انا كسبت هديه غريبه. يلا نفتحها. ده عامل زي المسدس. يلا دورك انتي. نكسب مسدس. ودي الطلقة اللي جاية معايا. دور انا. انا كسبت سبينر. انا ما كسبتش حاجه في الكيس ده. كسبت مسدس ونص جنيه. لا نفتح النص. ممكن ثلاثة. كسبت كمان مسدس. كسبت مسدس زي اللي معاك بالظبط. دور انا. انا كسبت عجلتين. كده كسبت كل المسدسات؟ اه. انا كسبت عربية. انا كسبت خاتم وفي لعبه من جوه. كده دي الهدايا اللي احنا كسبناها. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات مين اللي كسب هدايا احسن. كده انا خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان كل يوم معانا مفاجاه جديده. مع السلامه.